ازيك يا حبيب ماما؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا ملاحظه ان انت ولينا مش بتكلموا بعض، هو انتوا متخانقين؟ لا خالص، هي بس اتضايقت مني شويه يوم في قرايه الفاتحه ان انا طلعت كده اشرب سيجاره وسط الحفله فاتضايقت. غريبه، لينا عقله ودماغها كبيره، متهيأليش انها تفكر بالطريقه دي. وبعدين ده ياما مروان عمل فيها حركات زي دي وعمرها ما زالت. انا لازم اصالحكم. شكلك متضايق شوي. لا يا حبيبي، طول ما انت بخير انا بخير. لينا تعالي عايزاكي. ايوه ماما. اقعدي معانا شويه. معلش يا مامي، عايزه الحق اخد شاور. اسمعي الكلام وتعالي اقعدي. اقعدي يلا علي، اقعد. اخبار دروس الزومبا ايه؟ تمام. ومالك مكشره كده؟ مش المفروض الزومبا دي بتحسن المود؟ المفروض. أنا عرفت كل حاجة على فكرة. اللي أنا فاهماه إن أنتوا متخاصمين عشان حاجة تافهة جدا، ما ينفعش تتخاصموا عليها. أنا ما قصدتش يعني أسيبك وأخرج وقت الحفل. هي جت كده بس. أنا آسف حقك عليا. خلاص بقى علي، اعتذر لك، الموضوع مش مستاهل كل ده، ما تحسسيهوش بالذنب اكتر من كده. انا مش هقوم من هنا غير وانتم متصالحين. خلاص يا مامي، مفيش حاجه. خلاص بجد بجد. قوم بوس اختك. قوم بوس راسها عشان اعرف ان انتوا اتصالحتوا. بطلوا بقى لعب العيال ده. تصبحوا على خير. رايتك النهار. انا بس كل اللي عاوزه منك سيبيني اشرح لك اللي حصل بس.